مرحبا. بعالم الأكاديمية والبحث العلمي، الشهادات العليا مثل الماجستير والدكتوراه تلعب دور محوري في دفع عجلة التقدم والابتكار. ومع تزايد الاهتمام بالتعليم العالي، أصبحت بعض الدول مراكز رئيسية لتخريج حملة هذه الشهادات. تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة، حيث تمنح هذه الجامعات الأمريكية سنوياً الآلاف من الدرجات في مختلف التخصصات، خاصة في العلوم والهندسة. تليها ألمانيا التي تعتبر واحدة من الدول الرائدة في أوروبا في منح الدكتوراه، وخصوصا في مجالات الهندسة والعلوم الطبيعية. أما الصين فقد شهدت زيادة هائلة في عدد خريجي الدكتوراه خلال العقدين الماضيين، مما جعلها أكيد في مقدمة الدول المانحة للشهادات العليا. وعلى صعيد آخر، شهدت الإمارات العربية المتحدة تطوراً لافتاً في منح شهادات الدكتوراه، فيما تحتل الهند وكوريا الجنوبية مراكز متقدمة جداً بالسنوات الأخيرة، مما زاد الإقبال من العراقيين على إكمال دراساتهم العليا بالخارج. وتصدر أكيد لبنان، مصر والأردن قائمة الدول التي تستوعب أكبر عدد من الطلاب العراقيين الراغبين بإكمال دراساتهم العليا، بينما تعتبر تركيا وإيران واليونان وأوكرانيا وحتى ماليزيا وروسيا من بين الدول التي تقدم قبولاً متزايداً للطلاب العراقيين وفقاً للبيانات الرسمية. برأيكم أنتم، هل ستستمر هاي الوجهات بجذب الطلبة العراقيين، أم إن هناك دول أخرى راح تصير أكثر جاذبية في المستقبل؟